أهم العناوين يلي بتهم المبتدئ بكتابة الخبر الصحفي. وطبعا من خلال هاللقاء وجدت في تفاعل كبير مع رفاقنا الشباب يلي هن تواقين ليكونوا إعلاميين. وطبعا يعني في قواعد، لكن كمان في الإبداع الشخصي والرؤية الشخصية لكل شاب بكتابة الخبر الصحفي. صحفيين الشباب هنن عبارة عن رفاق شبيبيين موهوبين، هنن هواد، ونحن واجبنا كمنظمة اتحاد شباب الثورة ندعم هالهواية عندهم ونطورها لحتى انه نسقلهم اياها ونعزز هالأفكار الموجودة عندهم ونعلمهم البنات الأساسية لكيفية إعداد خبر إعلامي سواء مقروء أو مسموع أو مكتوب. حتى كمان باعتبار في عنا جريدة اسمها جريدة المسيرة، هاي الجريدة خاصة لمنظمة اتحاد شباب الثورة، كيف آلية التراسل مع هاي الجريدة، وفي أفكار كتيرة حقيقة راح تكون موجودة ضمن هاي الورشة الإعلامية. هاي دوراتنا النوع هذا بتعطيهم الأهمية أكبر بموضوع الأخبار اللي بيكتبوها كان على مواقع التواصل أو حتى إن هن عندهم موهبة إنه يستمروا بالعمل الإعلامي، فبنأتيح لهم هيك دورات. هذا موضوع كتير عم بيساعد الطلاب لحتى يعرفوا كيف ماهية الخبر، كيف تأسيس الخبر، كيف ترجمته من ناحية العملية، ومن ناحية إنه يكون ما في أغلاط للخبر. ونحن بالشبيبة كاتحاد شبيبة الثورة عندنا صفحات، كل رابطة في صفحات، فنحن هاي الصفحات عم ننشر فيها طلاب، فهي الطلاب لازم تعرف كيف تنشر الخبر الصحيح. جايين كتير نتعلم شغلات، كيف تصوير صياغة الخبر، كيف تكتب ترتيب الأحداث مثلا الأولوية لمين بالمراكز بالهاي، كتير شغلات وكتير منيحة هاي الورشة الإعلامية ونحن فعلا بحاجتها.